بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا من السودان، تقول أختكم في الله أم حذيفة. أم حذيفة تسأل جمعا من الأسئلة، فتقول: هل تجب الزكاة في الحلي الصغير كالخاتم مثلا؟ جزاكم الله خيرا. الحلي من الذهب والفضة الذي تلبسه النساء أو تعده لللباس والاستعمال فيه خلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء والزيادة والتجارة، وإنما أعد للاستعمال، فهو يصبح كالملابس والمراكب والدور وسائر المستعملات، ليس فيه زكاة، وعلى هذا جمهور أهل العلم. والقول الثاني، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه لعموم النصوص في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولأحاديث وردت بخصوصه، ولكن هذا الذي ذكرته السائلة أنه خاتم أو شيء قليل لا يبلغ النصاب، هذا ليس فيه زكاة. إذا كان دون النصاب، دون 20 مثقال، وبالغرام 92 غرام، إذا كان أقل من 92 غرام فلا زكاة فيه لفقدان الشرط وهو بلوغ النصاب، إلا إذا كان لها مال آخر، إذا كان عندها دراهم أو ذهب تضم هذا الخاتم أو هذا الحلي الصغير إليه بما يكمل النصاب أو يزيد، فإنها تزكيه معه إذا أرادت الاحتياط في ذلك والخروج من الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته بدون شهود؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يطلق الرجل امرأته بدون شهود، و ينبغي له أن يوثق هذا الطلاق بكتابة، أن يوثقه بكتابة، يعني يكتبه عند كاتب العدل أو في المحكمة عند القاضي أو عند المأذون، مأذون الأنكحة. وإذا كتب ورقة عادية وأشهد عليها شاهدين ووقع عليها فهذا يكفي أيضا، فالكتابة إنما هي للتوثيق. وأما وقوع الطلاق وصحته فإنه يصح ويقع ولو لم يكتب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنسان عنده أمانة من المال وأخذ منها بدون علم صاحبها، فهل عليه إثم وإن أعادها في وقتها؟ جزاكم الله خيرا. الأمانة يجب المحافظة عليها، ولا يجوز الأخذ منها إلا بإذن صاحبها، وإلا فإنه يجب الأمانة، يجب حفظ الأمانة، وأن لا يأخذ منها شيئا ولو على سبيل الاقتراض إلا بإذن صاحبه، لقوله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة عهدة يجب المحافظة عليها، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن صاحبها، فأنت أخطأت في أخذك منها ولو على سبيل القرض، والواجب عليك أن ترد المبلغ في مكانه وأن تحافظ على هذه الأمانة إلى أن تؤديها إلى صاحبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة التي طهرت من الحيض أن تؤخر الغسل عدة أيام بعد الطهر؟ لا يجوز لها أن تؤخر الغسل، بل يجب عليها أن تبادر بالاغتسال من أجل الصلاة، من أجل أن تصلي، وكذلك من أجل زوجها يستمتع بها، لأنه لا يجوز له أن يستمتع بها وأن يطأها إلا بعد الاغتسال، قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن آتوهن من حيث أمركم الله. قوله يطهرن يعني ينقطع عنهن الدم، وقوله فإذا تطهرن يعني اغتسلن. الحاصل أنه يجب عليها المبادرة
الاغتسال من أجل الصلاة ومن أجل حق الزوج، ولا يجوز لها أن تؤخر. وإذا لم يكن عندها ماء أو كانت عاجزة عن استعمال الماء لمرض يمنعها من ذلك، فإنها تتيمم بالتراب وتصلي ويباشرها الزوج، لأن التراب تيمم بالتراب يقوم مقام استعمال الماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع الرمزي لاسمه بالحروف عين عين خا، يقول: رجل أفطر يوما من رمضان وأرشده بعض العلماء حتى يدفع مبلغ إلى 3 أسر فقيرة جدا، ويتكون عدد الأسر 3 من 20 شخصا حتى يكفيها لمدة 15 يوما، هل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. أفطر يوما من رمضان؟ نعم، هكذا يقول. الذي أفطر يوما من رمضان يجب عليه قضاؤه، يجب عليه قضاؤه، ولا يجب عليه إطعام، إلا لو أخره إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر، فإنه يطعم عنه مسكينا بمقدار نصف صاع وكيل ونصف عن هذا اليوم، يدفعه إلى فقير أو إلى عدة فقراء أو إلى بيت، لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل في قضية تتعلق بالحج، ويقول المرسل عين سين ميم، يسأل ويقول: حجينا في أحد الأعوام أنا وزوجتي، لكننا أخطأنا في رمي الجمرات وفي ترتيبها في الأيام كلها، كيف توجهوننا الآن وماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا حصل خطأ في رمي الجمار، إما في الترتيب وتقديم بعضها على بعض، وإما نقص في الرمي في عدد الحصى، وفات الوقت ولم يمكن الاستدراك والتصحيح في أيام الحج، فإنه يجب على من حصل منه ذلك، يجب عليه الفدية، وهي ذبح شاة وزعها في فقراء الحرم، وزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام فدية تجبر ترك الرمي وعدم صحته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: لي أخت متزوجة من رجل دخله قليل وهو كثير الأولاد، وأحس بأن ظروفهم ضيقة ولا سيما من الناحية المادية، هل يجوز إخراج زكاة مالي أو زرعي لهم؟ وهل يجب أن أعرفهم بأن هذا من الزكاة، مع العلم بأنني لا أستطيع أن أقول لهم ذلك، ربما يغضبون غضبا شديدا وبالتأكيد سيرفضوا أخذ تلك الزكاة رغم حاجتهم لها، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، دفع الزكاة إلى أمك لا يجوز، لأن زكاة الإنسان لا تدفع إلى أصوله ولا إلى فروعه، يعني لا تدفع إلى آبائه وأمهاته وأجداده وجداته ولا إلى أولاده وأولاد أولاده. ثانيا، إذا دفعتها إلى زوج أمك لكونه فقيرا فلا مانع. زوج أخته يحفظكم الله. زوج أخته؟ نعم نعم. أنا ظننت أنها أمه. لا، أخته يحفظكم. يدفعها إلى الزوج. طيب. لا بس. طيب. يدفعها إلى الزوج. نعم. إذا تحقق من فقره فإنه يدفعها إلى الزوج، لأنه هو الذي ينفق. طيب. وهو عائل الأسرة. طيب. فإن ردها فليدفعها إلى آخر، يبلغها أنها زكاة. فإن ردها فليدفعها إلى بيت آخر. وإذا أراد أن يساعد أخته أو يساعد زوجها وهم لا يريدون الزكاة، فإنه يساعدهم بغير الزكاة، وله في ذلك الأجر إن شاء الله. نعم. إذن لا يرى فضيلتكم مانعا من إخباره بأن المعطى هو الزكاة؟ لا، إذا كان يكره الزكاة ولا يريدها فإنه يخبره بذلك، لئلا يظنها من باب التبرع أو من باب الهدية. الله مستعان. يخبره بأنها زكاة، فإن قبلها الحمد لله، وإن ردها يعطيها لغيره، وبإمكانه أن يصله بغير الزكاة. جزاكم الله خيرا. ذلكم الذي يرفض الأخذ من الزكاة وهو في فقر كما وصفه صاحب الرسالة، هل لكم من كلمة له يحفظكم الله؟ إذا كان يستغني عنها ويريد التعفف عن الزكاة فله ذلك. أما إذا كان مضطرا ومحتاجا فإنه لا ينبغي له أن يرد الزكاة، لأنه بحاجة إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: جئت مسبوقا في صلاة الفجر بركعة، فوجدت الصف الأول ممتلئ والصف الثاني به عدد بسيط لا يتجاوز 7 أفراد على يسار الصف، فلم أصف معهم، وكان معي 2، فصففنا في وسط الصف وراء الإمام، هل عملنا هذا مخالف للسنة، إذ أن الإمام قال لنا ذلك؟ جزاكم الله
خيرا. نعم، هذا مخالف للسنة أن يكون في الصف فرجة وأن يتفرق الصف. لو صففتم مع هؤلاء أكان هذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج وبتراص المصلين في الصفوف، فالواجب عليكم أن تصفوا مع هؤلاء، وبإمكانكم أن ترشدوهم إلى أن الأولى والأحسن أن تكون بداية الصف من خلف الإمام مما يحاذي خلف الإمام. ولكن لو صلوا يمينا عن الإمام أو يسارا عن الإمام فلا بأس ما دام أمامهم صف متكامل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم با، يقول: إذا جاء رجل ومعه بضاعة يريد بيعها في السوق، فجاء إليه رجل آخر فقال له سأشتريها منك بـ1000 ريال، وأثناء المفاصلة جاء رجل ثالث فقال أشتريها منك بـ1200 ريال، هل يجوز ذلك؟ دلونا على الكيفية الصحيحة جزاكم الله خيرا. إذا كان صاحب السلعة قد عرضها للبيع ويريد المزيد فلا مانع من الزيادة في السوم حتى ينتهي السوم، ويريد صاحبها أن يبيعها في آخر سوم. فإذا أراد أن يبيعها على آخر سوم فلا يجوز لأحد أن يتقدم ويمنعه من البيع على سائمها الأخير، لأن هذا حق له، فلا يجوز له لأحد أن يؤثر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بعض، أو لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يسم على سومه. والمراد بذلك إذا انقطع السعر وأراد صاحب السلعة أن يبيعها على شخص، فلا يجوز لأحد أن يتدخل ويعرض الزيادة بعد قطع السعر ونهاية المساومة. أما ما دامت المساومة معروضة والزيادة مطلوبة فلا بأس بالمنافسة في السعر والزيادة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من البويعية رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم فهد، تقول: عندما كنت صغيرة وضعت الوشامة في يدي وأنا جاهلة لا أعلم أنها حرام، فلما كبرت علمت بأنها حرام، أفيدوني أفادكم الله، ماذا يجب علي أن أفعله؟ هل أزيله أم أتركه؟ جزاكم الله خيرا. عمل الوشم حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، وهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن ما دمت قد فعلتيه في حالة الجهل ثم تبين لك أنه حرام، فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تستغفريه مما حصل، وإذا أمكن إزالته بدون ضرر فإنه يزال. أما إذا لم تمكن إزالته أو كان في إزالته ضرر عليك فلا يزال دفعا للضرر، ولكن عليك بالتوبة والاستغفار. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا تقول أم عبد الله في رسالة أخرى: أنا لبست الشراب وأنا على طهور، فوجبت علي الصلاة وأنا على طهور، وأنا أيضا لا أدري هل هي طاهرة أم ليست طاهرة، فخلعتها وصليت وأنا كنت خارج المنزل، ما حكم صلاتي تلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا سبب ذلك، إذا لبست الشراب وأنت على طهارة واستمرت معك الطهارة وأردت الصلاة بهذا الوضوء السابق فلا مانع أن تخلعي الشراب، إنما الممنوع أن تعيديها بعد ذلك وأن تمسحي عليها، أن تعيديها بعد ما انتقض الوضوء وأن تمسحي عليها. أما لو خلعتيها وأنت ما زلت على طهارة الوضوء الذي لبستيها عليه ثم صليت ثم أعدتيها على والوضوء باق لم ينتقض فلا مانع أن تمسحي عليها، لكن لو خلعت وانتقض الوضوء ثم أعدتيها على رجليك فإنك لا تمسحي عليها لأنك لبستيها في اللبسة الثانية على غير طهارة. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز وضع الحنة على الرأس؟ أفيدونا أفادكم الله. وكذلك تكملة للسؤال. نعم نعم، عن المسح. نعم، إذا مسح الإنسان على شراب أو على خفاف أو كنادر ساترة مسح عليها مسحا مشروعا ثم خلعها بعد المسح فإنه يبطل وضوءه، إذا خلع الممسوح فإنه يبطل وضوءه، عليه أن يعيد. فلو مسح على الشراب
التراب ثم خلعها بطل الوضوء، لو مسح على الكنادر أو على الخفاف ثم خلعها بطل وضوءه، إذا خلع الممسوح عليه بطل وضوءه. أما عن السؤال الذي بعد هذا وهو وضع المرأة للحنة على رأسها فلا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الأخير: نحن اشترينا بيتا ونزلناه، فقال الأب: لا تخبرين أولادنا أننا اشتريناه لأنهم لا يريدون أن نسكن فيه، فكذبت عليهم أننا مستأجرين وسنعود إلى بيتنا السابق، هل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في هذا مصلحة وهو لا يحصل منهم معارضة لسكن هذا البيت وهو بيت صالح للسكنة ولا ضرر عليهم في سكنة، فلا حرج في قولك إنه مستأجر من أجل أن يطمئنوا. أما إذا كان في هذا ضرر عليهم، إذا لم تخبريهم بالحقيقة يكون عليهم ضرر في ذلك، فإن هذا لا يجوز، لا بد من البيان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية رسالة بتوقيع أحد الإخوة، يقول: ألف عين عين، يسأل ويقول: أنا رجل متزوج وعندي أولاد وأغيب عن زوجتي سنتين من أجل العيش وهي راضية، هل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دام توفر هذان الشرطان، أولا أنك محتاج إلى هذه الغيبة لطلب الرزق، وثانيا أنها راضية بذلك، فلا حرج عليك في هذا الغياب لأنه لغرض صحيح ولعذر صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أصلي داخل المزرعة إذ أن المسجد يبعد عني ما يقرب من 2 كيلو، هل صلاتي صحيحة؟ وأسمع الأذان بواسطة مكبرات الصوت، جزاكم الله خيرا. إذا كنت قريبا من المسجد فإنه يجب عليك الحضور وصلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما إذا كنت بعيدا عن المسجد ويلزمك المشقة في الحضور إليه للبعد فلا يجب عليك الحضور، وتصلي في مكانك ولو كنت تسمع النداء بواسطة المكبر، لأن المدار على سماع الأذان بالصوت المجرد، أما السماع الأذان بالمكبر فهذا يسمعه من قرب ومن بعد فلا اعتبار به. ولكن كونك تذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا أكمل أجرا وأعظم ثوابا لكثرة الخطى إلى المسجد، ولأن رجالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بعيدين عن المسجد فأرادوا أن يقربوا ويسكنوا حول المسجد، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحثهم على البقاء في ديارهم من أجل أن تكتب آثارهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب رسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعين.